السلام عليكم عزيزي المشاهد الكريم، هذه حلقة جميلة تحوي على معلومات مهمة حول الهند وتحديدا بيجابور. تعتبر بيجابور المعروفة رسميا باسم فيجايابورا هي المقر الرئيسي لمنطقة بيجابور في ولاية كارناتاكا في الهند، وهي أيضا المقر الرئيسي لتالك. تشتهر مدينة بيجابور بآثارها التاريخية ذات الأهمية المعمارية التي بنيت خلال فترة حكم أسرة عادل شاه. وتعتبر بيجابور أحدى المدن التراثية الشهيرة الواقعة في ولاية كارناتاكا في الهند. هي أيضا واحدة من أفضل 10 مدن مأهولة بالسكان في ولاية كارناتاكا. تعد منطقة بيجابورا من الناحية التاريخية والتقليدية والأسطورية واحدة من أغنى المناطق في الولاية. وقد كشف علم الآثار على أن هذه المنطقة كانت مأهولة بالسكان منذ العصر الحجري. ينقسم تاريخ هذه المنطقة إلى 4 فترات، من استحواذ سلالة تاشوليكا على باديما حتى الفتح الإسلامي. تعود فترة تاشوليكا الغربية المبكرة حوالي 535 ولغاية 757 ميلادية، وأيضا فترة راستر أكوتا والتي بدأت من 757 ولغاية 973، وفترة كلاتشوري وهويسالا من عام 973 ولغاية 1200، وأيضا قبل الفتح الإسلامي ألا وهي فترة ديفاجيريا دافا والتي بدأت 1185 حتى الفتح الإسلامي لديفاجيري عام 1312 ميلادية. في عام 1518 انقسمت سلطنة بهامني إلى 5 دول منشقة عرفت باسم سلطنات ديكان، إحداها بيجابور والتي حكمها ملوك أسرة عادل شاه من 1490 ولغاية 1686. تدين مدينة بيجابور بالكثير من عظمتها إلى يوسف عادل شاه مؤسس دولة بيجابور المستقلة. انتهى حكم هذه السلالة في عام 1686 عندما تم غزو بيجابور في عهد مغال باتشاه الإمبراطور أورنزجيب، الذي حول بيجابور في عام 1684 إلى سباه أي مقاطعة إمبراطورية رفيعات المستوى. بوفاة محمد عادل شاه سلطان بيجابور في 4 نوفمبر سنة 1656 تولى علي عادل شاه الثاني، وهو شاب كان يبلغ من العمر 18 عاما، عرش بيجابور بجهود رئيس الوزراء خان محمد والملكة بادي صهيبة شقيقة قطب شاه جولكوندا. لقد حاول السلطان الشاب طوال فترة حكمه البالغ 16 عاما، كافح علي بشدة ضد كل من المغول والمارتة وصد كثير من الهجمات والغزوات المغولية 3 مرات، ولكن عندما توفي عام 1672 حرمت مملكة بيجابور من معظم ممتلكاتها الإقليمية المهمة مع توسع مملكة شيفاجي، وكان هناك انقماش مماثل في إقليم بيجابور. تميز عهد علي بالتطورات في الأدب الفارسي والديكاني والفنون الجميلة، كما تم إنتاج بعض الأعمال التاريخية الجيدة تحت رعايته. وعند مماته تم دفنه في علي كورزا بار كامان المشهور عالميا في بيجابور. وأثناء حكم هذا السلطان علي عادل شاه الثاني قام بسك نوعية معينة من المسكوكات أو العمل، والتي تسمى لارين. واللارين عبارة عن قضيب من الفضة مطوي من المنتصف ومطموغ من الجهتين، ومطموغ باسم السلطان علي عادل شاه. وهذه النقود تعتبر من النقود الجميلة والفريدة من نوعها، لأن شكلها وتصميمها يختلف عن النقود المتعارفة عليها آنذاك وحتى وقتنا الحالي. أما الوجه الآخر من القطعة فقد كتب عليها ضرب لاري راجا بوري. والآن عزيزي المشاهد الكريم، أترككم برعاية الله وحفظه مع هذه الدقائق الأخيرة عن اللاري التي ضربها السلطان المسلم علي عادل شاه الثاني في بيجابور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم عزيزي المشاهد الكريم، هذه هي الدقيقة الأخيرة، أعرض عليكم هذه الكنوز
الجميلة واللطيفة والتي تحوي عن تاريخ ذلك السلطان وتلك المنطقة في تلك الفترة. هذه هي قطع اللارين الذي تم سدها في عهد السلطان علي عادل شاه الثاني، وهي قطع من الفضة، ووزن الواحدة منها تقريبا 5 غرام. هذه القطعة في تصميمها هي عبارة عن قطعة من الفضة مطوية من المنتصف كما يشاهد المشاهد الكريم، وهي بهيئة المتعارف عليه مثل الماشة المستعملة عند النساء أو التي يستعملها النساء. يعني لو أردنا أن نصفها هي أقرب أن تكون بهذا الوصف. وهذه تعود إلى السلطان علي عادل شاه، قطع من الفضة هذه هي النقود عزيزي المشاهد الكريم التي تم سكها من قبل تلك السلالة، وهذه هي القطع التي تعود إلى السلطان علي عادل شاه. وترقيم هذه القطع في الكتالوجات العالمية KM40. تاريخ وحضارات وأمم قد انقرضت ولم يبقى منها إلا هذه القطع الصغيرة تروي لنا تلك الفترة من الزمن. أرجو لكم مشاهدة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.